معانا الاستاذ احمد من القليوبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ احمد. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله على حضراتكم وعلى فريق العمل والعالم اجمع بالخير واليمن والبركات. اهلا وسهلا استاذ احمد. مع حضراتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا. ذهبت لشراء سيارة، اشتريت سيارة من معرض. خلاص انت دلوقتي صديق البرنامج، مش صديق البرنامج دلوقتي استاذ احمد. خلاص يزيدني عظيم الشرف. الله يكرمك. واتمنى الا اكون ضيفا ثقيلا على حضراتكم. انت ضيفا جميلا. شكرا جزيلا يا دكتور. انت ضيف يعني انت احنا مشينا بس ارجو ان اكون فبقت جميلا، لكن انت ضيف جميل. شكرا جزيلا وهذا يزيدني شرف وتيه. انت اشتريت بقى. اشتريت سيارة من معرض، فحضرتك صاحب المعرض ادهالي على انها زيرو ماشي. جديدة نوفي. ما حد مكتوب ده، مكتوب ده في البيع؟ نعم يا دكتور. مكتوب ده في عقد البيع؟ ايوه يا دكتور. طيب وبعدين؟ وبعدين فوجئت عندما بدأ ابني يستعمل السيارة، فوجئت انها ليست زيرو وانها مستعملة من قبل وفيها يعني بعض. يعني هو قال لك، خليني بس ادقق معاك يا سيد احمد، لان هو اللي حاصل دلوقتي ان في الاجنسات ومحلات ومعارض بيع السيارة ساعات بيبيعوا عربيات اسمها كسر زيرو. كلمة كسر زيرو ده جت في الطريق ولا اتكلمنا ولا ما قلناش كده خالص، ولا هي فعالك على انها جديدة؟ لا يا دكتور، بل على انها زيرو وخالية من كافة العيوب. طيب ماشي. وهو كذلك عند استعمال ابني لها فوجئت بانها ليست زيرو ويوجد بها بعض العيوب. طيب عدت لصاحب الصاله او صاحب المعرض لان اعيدها اليه فرفض، فطلبت بانه اخذها ماشي السياره ولكن يعوضني الفارق بين المستعمل وبين الزيرو وبعض العيوب المتواجده في السياره. فما حكم الشرع في هذا؟ كيف انا اتصرف وكيف هو يتصرف في مثل هذا؟ هجاوب حضرتك، هجاوب على حضرتك. شكرا جزيلا. عفوا سيدي. اي خلاف، الخلافات الموجوده في التعاقد، لان التجاره بتكون عن تراض بينكم، فاذا كان هناك مخالفه لما تم التعاقد عليه والتراضي عليه فبيبقى قدامنا مسارين عشان بس الناس تبقى واضحين. اما مسار الاستبدال او مسار رد السلعة واخذ الاموال اذا كان ده منصوص عليه. يبقى الاستبدال ده اساس، لان انا لو ان انا اشتريت سلعة فانا مشتري السلعة دي، فاذا ظهر فيها عيب الاساس هو الاستبدال. طب اذا رفض الاستبدال ايه اللي حاصل؟ بنسترد بقى الاموال. ده الحكم الشرعي. يبقى ايه اللي يجب على صاحب الاجانس بما ان هو خالف المعقود عليه؟ فياخد سلعته اللي هي السياره وياتي ببديل عنها على الوصف المذكور. هو ده الشرع. ليه؟ لان ده هو الذي تم عليه التعاقد. طيب الحاجه الثانيه بقى، طب هو مش قادر او مش لاقي عربيه او ده هيكلفه يرد الاموال دي. طب اذا كنت انا حصل عليا نوع من انواع الضرر، يقدر هذا الضرر تقدير عدل، وايه اللي يحصل؟ ولك ان تطالب بالتعويض عن هذا الضرر. هذه كل الاحكام المتعلقه بهذه المساله. لكن هل لك هل يجوز لك المطالبه؟ يجوز، لان انت دلوقتي بالخيار، اما ان تقبل السياره على وضعها وتسامح في هذا وده جائز، اما ان تطلب حقك وده جائز برضه، فلك ان تفعل هذا، لك ان تفعل هذا. لكن هو ما يحرمش عليك ان انت تقبل السلعه كده، بالعكس لو عملت كده تاخد ثواب. لكن انت لو طالبت بحقك هل ده حرام؟ ابدا، ده جائز. طب انا ليه بعرض المسائل دي؟ عشان بعض الناس بيتحرجوا ان هم يتجاوزوا دوت وممكن يوقعهم في اضاعه المال. لا لا، ليس ده من اضاعه المال، بل من المسامحه والحسن المعامله في هذا. اما وان حضرتك بتسالني هل يجوز لي ان اطلب العوض وفارق؟ طبعا يجوز. لماذا؟ لان دوت اسمه مال لجبر الضرر الواقع عليك، واحنا عندنا القاعده بتقول ان الضرر يزال. ما يجيش بقى يقول لك الضرر لو حصلت بيه حادثه، لا لا لا، هو الضرر وقع بمجرد النقص في السلعه. يعني ما يجيش يقول لك هو حصل مصيبه، لا، مساله مش كده.
هو احنا تعاقدنا على سلعة سليمة فحصل فيه نقص في السلعة، فيجب عليه أن ماذا؟ أن يعوض هذا النقص لأن دوت لأن الضرر وقع بمجرد مخالفة ما تم التعاقد عليه. إذن فيجوز لك أن تطلب التعويض والفارق في ما بين السيارة المستعملة والسيارة ده، ويقدرها أهل الصنعة أهل المهنة دي. إذا كان فعلا التعاقد على أنك ستشتري سيارة جديدة وسلمك سيارة مستعملة، يبقى يقدرها أهل الإيه؟ أهل الصنعة دي، أهل بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة.